نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مناقشات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي في إسطنبول. وأضاف المسؤول أن المناقشات جرت خلال عشاء أمس السبت مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى 100 لمعاهدة إنهاء الحرب العالمية الأولى. هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي بنظيره الأمريكي اليوم في باريس للمرة الثانية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس مفدنا كمال علواني. كمال، إذا ضعنا في صورة عن تفاصيل مخرجات لقاء البارحة بين ترامب وأردوغان وأيضا اللقاء المتوقع اليوم. لعل المؤشر على ما جرى ضمن هذا اللقاء هو ما خرج به لاحقا الرئيس التركي أردوغان عندما قال إننا نطالب السلطات السعودية بأن تتصرف بعدل في مقابل حسن نوايا المجموعة الدولية فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. هذا هو المؤشر الذي لدينا، ليس لدينا تفاصيل حول فحوى اللقاء الذي جرى يوم أمس أو ما عسى أن يخرج به اللقاء المرتقب نهار اليوم، ولكن الذي لدينا هو أن الجميع اطلع على تلك التسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو المتعلقة بمجريات مقتل واغتيال الصحفي جمال خاشقجي. الأمريكيون لهم إكراهاتهم والأتراك أيضا، لسنا ندري كيف سيتصرفون لاحقا، لكن مناقشات الأمس التي جرت ضمن عشاء علني جمع زعماء أكثر من 60 دولة هنا في باريس، لعل الجميع اطلع على الأقل المجموعة الكبرى الدول الكبرى في العالم على علم تماما بنوعية الأدلة التي قدمتها تلك التسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو حول الدليل القاطع والدامغ على أن السلطات السعودية هي بالفعل من خطط لهذا هذه الجريمة الكبرى، جريمة الصحفي جمال خاشقجي. طيب، المخرجات لاحقا ستتعلق بالمواقف الدبلوماسية وبالمبادئ التي تقوم عليها سياسة الولايات المتحدة، تركيا والمجموعة الدولية، خاصة مجموعة الدول الأوروبية التي تراقب عن كثب هذه القضية. هل هناك أي لقاء ثنائي سيجمع الرئيس الأمريكي والتركي اليوم؟ وأيضا أود أن أسألك عن يعني التصرفات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي وكيف يتم التعامل معها في باريس، خاصة بعد امتناعه عن ذهاب لزيارة كانت مجدولة لمقبرة لجنود من الحرب العالمية وتحججه بسبب الأمطار، يعني أحدثت بلبلة كبيرة هذا الامتناع. بالفعل دعني أقول بدءا أن كواليس هذه المناسبة التي أرادها الرئيس الفرنسي أن تكون مناسبة لإطلاق ما هو خيار فرنسي، أي الحوكمة الدولية متعددة الأطراف، أنها كانت مناسبة للكثير من المحادثات في الكواليس. لعل الرئيس ترامب التقى أكثر من مرة مع مسؤولين كثيرين ومن بينهم الرئيس التركي أردوغان، ولكن فلنقل إن تصرف الرئيس ترامب لم يكن بالفعل فقط تصرفا ارتجاليا بناء على مواقف لاحقة تصرف بها الرئيس ماكرون عندما دعا إلى جيش أوروبي يحمي أوروبا، ولكن يبدو وأن ترامب يرتص الآن ضمن كلاسيكيات الموقف الأمريكي، وهو موقف انعزالي، بمعنى إن مفهوم أو خيار الحوكمة الدولية متعددة الأطراف في إدارة العلاقات الدولية هذا ليس ولم يكن في يوم من الأيام خيارا أمريكيا. لهذا فإن الرئيس ترامب تصرف اليوم ليس ارتجاليا بناء على الطقس أو نزول الأمطار، ولكن لأن الرئيس ترامب بمرجعية السياسة الأمريكية التاريخية التي لم تنخرط في يوم من الأيام في السياسات متعددة الأطراف، بل هي كانت في كل مرة قائمة على العلاقات الثنائية التي تجد
الحلول للمشاكل العويصة في العالم، بمعنى أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتنازل اليوم على موقعها كرائدة وكقائدة للعالم وكمرجع لكل أنواع الحلول التي سنبقى على تواصل مع كل أنواع المشاكل القائمة في العالم خلال نشراتنا وبرامجنا السياسية لمواصلتنا بكافة التفاصيل والمستجدات. أشكرك مفدنا إلى باريس.